مأساوي إذا تفاجئنا مشاهد أخرى لوفرة في الأغذية، لكنها أغذية تمضي مباشرة إلى القمامة. ففيما يحاصر الجوع مئات الألاف في الصومال، تعاني الهند من أزمة في حفظ محاصيلها من الخضروات والفواكه الطازجة، ما يؤدي إلى فساد الجزء الأكبر منها في أثناء انتقاله من المزارع إلى الأسواق. وتقول الحكومة إنها بصدد اتخاذ تدابير لتلافي تلك الخسائر الجسيمة في الإنتاج. الهند ثاني أكبر مصدر للخضروات والفواكه الطازجة في العالم، تخسر سنويا 40% من إنتاجها بسبب افتقارها لمقومات حفظ المحاصيل. 4 ملايين طن من الطماطم الطازجة سنويا ينتهي بها المطاف إلى أزادبور في العاصمة الهندية نيودلهي. سوق الجملة هذا لا يكاد فلاح هندي من ضواحي العاصمة لا يعرف طريقه إليه. وفي صباح يوم عمل اعتيادي تلف لأحد مزارعي الطماطم 150 صندوقا من أصل 250 انطلق بها من مزرعته لبيعها. بسبب الأمطار الموسمية على الدروب الجبلية علقت الشاحنة عند طريق مقطوع لمدة 3 أيام، ما أدى إلى تلف 70% من شحنة الطماطم. قلة الشاحنات المبردة وسوء أحوال الطرق الجبلية وتقلب العوامل المناخية إضافة إلى الفساد، كلها عوامل تساهم في هدر ذلك القدر الهائل من الإنتاج. مشكلتنا الكبرى مع رجال الشرطة الذين يوقفوننا ويبتزوننا بالرشاة. موجة الأمطار الموسمية الأخيرة التي ضربت ولايات شمالي شرقي الهند تسببت بانزلاقات في الجبال قطعت كثيرا من الطرق، في حين تسبب ارتفاع درجات الحرارة بفساد القدر الأكبر من المحاصيل، سواء في أماكن تخزينها الأولية أو حتى على كرومها. إنها حقيقة أن 40% من إنتاجنا السنوي من الخضروات يهدر بسبب عوامل الطرق. لقد وجهت أوامري لبناء مستودعات مبردة في كافة المناطق الزراعية. وبحسب وزير الأغذية فإن الدولة قطعت شوطا كبيرا في بناء مراكز لتصريف الإنتاج في المناطق النائية لتسهيل مهمة المزارعين في بيع محاصيلهم. كذلك تسعى الدولة لتزويد القطارات بعربات مبردة لتوفير الخسائر التي يتكبدها قطاع الزراعة على الطرق الجبلية. وفي خطوة على هذا الطريق أبدت أسماء شهيرة لمراكز التسوق الكبرى مثل وولمارت وكاريفور رغبتها في ولوج السوق الهندية والتعاقد مباشرة مع المزارعين، إلا أن الدولة فرضت عليها جملة قيود خوفا من اكتساحها لدكاكين البقالة الصغيرة في البلاد. أرقام اليونيسف تقول إن ثلث الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يعيشون في شبه القارة هذه، في حين بلغ التضخم في المنتجات الغذائية فيها 9.9% في تموز يوليو الماضي. الهند التي تحتل المرتبة 67 على سلم تصنيف منظمة الأغذية العالمية للبلاد التي يموت فيها الناس جوعا، تتلاطم فيها التناقضات من كل شكل ونوع. وينضم إلينا من القاهرة دكتور إسماعيل أبو زيد.